يسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة ألف جيرة في برنامج فوالة. إن شاء الله اليوم بتكون حلقتنا مميزة بوجود ضيوفنا وفوالتنا إن شاء الله بتكون غير. أكيد نوجه تحية كبيرة لزميلتي سهام، اليوم هي في إجازة وإن شاء الله تستمتع في إجازتها. والحين بنمسي على زميلتي عواطف. ايش حالك عواطف؟ الحمد لله بخير ويسعد مساك يا مروه ومستفقدين هاليوم فعلا سهام، ويسعد مساكم مشاهدينا. نحن اليوم راح نتكلم عن العطور. يعتبر اهل الخليج من اكثر البلدان عشقا للعطور، وابدع اهل الامارات قديما بصناعتها. اليوم خالتي ام سعيد راح تعرفنا عن العطور قبل وشو كانوا يستخدمون سواء بالعيد بالاعراس حتى بالحياه اليوميه. راح نتكلم اليوم عن العطور الاماراتيه قديما. عواطف ونرجع لك. أجمل شيء العطور والدخون، ما شاء الله الريحة واصلة لين هنا، لكن المشكلة هناك ما في ريحة أكل اليوم. شو المشكلة اليوم؟ جاهز ساقو. شو ساقو؟ أوكي إن شاء الله شوي وبيوصل لين عندك. أو إنه صحن. أي صحن. لا تنسين عواطف. الحين بنرحب بضيوفنا لليوم. بزغ نجمها عام 1990 مع رابطة أديبات الإمارات، وشعرت بأهمية الالتزام اتجاه الرابطة اللي كانت بحاجة لرفد من باقة الأديبات الإماراتيات. شغلت عدة مناصب: عضو الهيئة الإدارية لتجمع شعراء بلا حدود، وعضو اتحاد المدونين العرب، وهي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات، ومؤسس ومدير مرافق دبي للثقافة والإبداع. رحبوا يانا بالكاتبة والشاعرة الإماراتية شلثم عبد الله سالم. يا هلا ومرحب فيك يا شلثم. وضيفتنا الثانية لليوم فنانة تشكيلية عشقة الرسم منذ الطفولة، تربت في أسرة فنية ثقافية، شاركت في العديد من الفعاليات الفنية، وكذلك هي مصورة وعضوة في نون الندوة، الفريق الشباب التابع لندوة الثقافة والعلوم في دبي. رحبوا يانا بالفنانة الإماراتية عفرة مطر سالم. يا هلا ومرحبا فيكم، نورتونا ومبارك عليكم الشهر. يا مرحبا سيدي. يا هلا يا هلا حبيبتي. مرحبا. ايش حالك؟ الحمد لله حبيبتي. مبارك عليك ان شاء الله. الله يبارك فيك. هلا ايش حالك؟ تفضلي. شلثم وعفرة نورتونا في استوديو فوالة. اول شيء الله يسلمك. كيف كان الطريق وكل شيء؟ كل شيء اوكي؟ خبرونا عن شهر رمضان، كيف كان وياكم؟ خاصة أن بدينا الحين مع تجهيزات العيد أيضا. والله طبعا هو رمضان خطف بسرعة، يعني ما وعينا نفرح به وبدايات. نعم. إلا ما شاء الله انقضى. طبعا معروف يعني في البدايات بداية الصوم، لكن في الأواخر إلى جانب طبعا العبادات والتهجد والصلوات يعني التراويح، هناك ينشط الناس في آخر الشهر بمقاضي العيد والاهتمام بشراء حاجيات العيد. نعم. وتجهيز طبعا الضيوف اللي بيونك في العيد وتجهيز حقهم، فأكثر شيء الحين هذا اللي شاغل الناس. بالنسبة لك؟ ترى نحن أنا والوالدة يعني في نفس البيت، فيعني أنا معتمدة عليها. ما شاء الله ما شاء الله. والدتي تلثم الله يحفظكم. فأنا معتمدة عليها، معتمدة عليها في كل شيء تقريبا. نعم. فيعني كل الترتيبات تكون عليها، وانا بس يعني ايش اي شيء بسيط تحتاجه انا بساعدها فيه يعني. هل تاثرتي بوالدتك بما ان والدتك حذالك؟ خبرينا اكثر، هل تاثرتي فيها؟ الوالده وايد اثرت علي من كل نواحي، يعني كشخصي انا كعفرة ما بكون موجوده او ما بكون في حاليا بطبيعتي او هواياتي او مثلا تربيتي الا من عن امي والدتي، يعني وايد. نعم. اثرت فيني بكونها انها انسانه شاعره مثقفه، وهي ما شاء الله دارسه علم النفس، فهي قدرت تحتويني وتخليني اني انا اكون ابدع كشخص. نعم. يعني عموما درستي علم النفس شلثم؟ انا كان تخصصي علم النفس. علم النفس. وطبعا التخصص الفرعي كان الخدمه الاجتماعيه. فاكثر شغلي كان ما بين الاثنين يعني. نعم. لاني مسكت قسم الصحة النفسية وزارة التربية، كنت رئيس قسم الصحة النفسية في الوزارة، وكنت واحد من مؤسسين القسم يعني على مستوى طبعا وزارة التربية والتعليم. وفيما بعد أن انتقلت لديوان الحاكم كمنتدبة، شغلت بالتخصص الآخر اللي هو الخدمة الاجتماعية، فشغلت رئيس قسم وأسست القسم
شؤون المرأة في ديوان حاكم دبي. نعم. شو أول قصيدة كتبتيها تذكرين؟ لا أذكر مناسبتها، لكن ما أذكر طبعا القصيدة. نعم. لأنها كانت يعني أنا أكتب من البدايات من الطفولة يوم. يعني يمكن نعم. انتظمت في التسعينات يعني بعد التخرج وبعد مثلا الاستقرار العائلي والأسري، بديت أشعر أنه لازم في علي رسالة أخرى اللي هي في الجانب الثقافي الشعر والأدب والكتابة. لكن أول قصيدة كتبتها وأنا طفلة بعدني يعني صغيرة في الأواخر السبعينات يعني، وكانت عبارة عن أبيات. يمكن حتى هي أعتقد شو كانت إن المناسبة؟ كانت مناسبة وفاة جمال عبد الناصر كان. نعم. فكنت متأثرة يعني بهذا الزعيم الكبير المحبوب من العالم كله، وكيف اجتمع عليه العالم بالوحدة العربية. نعم. بدون أن يروه، يعني معظم اللي كانوا في الخليج وفي الإمارات بشكل كبير متأثرين به يعني في فترة يعني صحوة على الوحدة العربية. فكثير منهم سمى عيال جمال عبد الناصر، وسموا صحيح. أيام سموا عبد الله السلال، وسموا يعني كان جيل كامل يعني تقريبا الحين 40-50 سنة عمارهم في هذا بمسمى هذا الزعيم اللي هو اجتمعوا على محبته بدون ما يشوفونه. فأكيد أنا تأثرت مثلهم يعني بهذا. صحيح. بالنسبة لك عفرة، كيف دخلتي واكتشفتي موهبتك في الرسم؟ هو صراحة بدايتي كانت مثل أعتقد مثل ما طرأت الوالدة، على أساس أني تكلمت موضوع بالطفولة. فمن بدأت وأنا صغيرة يعني مايا لاحظت علي أن أنا أحب الرسم، وأن رسوماتي بدأت يعني يلتبهون عليها أن الأساتذة في الجامعة في المدرسة. نعم. يعني فبديت عقب أطور من نفسي. شفت أمي الوالدة ما قصرت بعد، كانت تودينا معارض فنية وايد، ومنها كانت هي تاخذ اصلا كانت حصص رسم، فانا كنت ادخل وياها الحصص بعد، ادخلها واشوفها شو تسوي، فكنت اقلد واحاول اسوي، ومنها طورت نفسي في المدرسه، ومنها عقب يعني بديهيه يعني كما كان عندي يعني استصعاب في الرسم عموما، ومنها فكرت عقب اني اتخصص في الشيء لانه كان من اشد الاشياء اللي كنت احبها صراحه. ليش ما فكرتوا إذا أنت ترسم تكتبين قصايد وبنتك ترسم، ليش ما سويتوا ديوان برسومات تخص القصايد مثلا؟ فكرة حلوة. فكرة حلوة؟ نحن صراحة ما فكرنا فيها أبدا، لكن سبق أن أنا وبنتي أنا وعفرة شاركنا في معرض في المدرسة كان. نعم. أنا بعد أرسم تراني، لكن أنا أكثر شيء في جانب الشعر والكتابة. فمن هالجانب المدرسة الاتحاد كانوا في الفترة هذه، فطلبوا منا أن إذا في مواهب في الأسرة بين الأب والأم أو والطفل أو الأم ويا طفلها، فالتقى أني أنا عندي رسومات يعني شاركت فيها مع عفرة، فحطوا لنا شاركوا المعارض الأهالي مع الأبناء، فشاركت في معرض فني في المفروض يجمعكم ديوان وفي كتاباتك وقصايدك ورسمك. والله حلوة. أول نسخة بتكون حقك أنت لأن فكرت. وقبل إهداء أيضا كتابة بخط إيدكم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله حلوة. شو رأيك نشمع؟ لا نسمع شيء نسمع شيء من قصايدك. إن شاء الله. مفروض من أول ما جيت أنا أكون جاهزة. تفضلي. إن شاء الله. شو بتختارين القصيدة؟ ترى يا سحينة تدورينها؟ إذا طلع في قصيدة يعني هاي اللي جتني يعني، بس الحمد لله يعني وافق يمكن الطلب. ف قصيدة تقول لداعب انسام الكرى حادي النوق، دارت عليهم قندات الدلالي، وتغنت الورقة على نغم طاروق، توايبت له نايفات العوالي،
وهزف غصون الشوق، وهزف غصون القلب ترنيمة الشوق. جدوى كريما للشعر شمس وشروق، عالي الهمم ذكره تعدى مقالي. كفاية هاي عشان نقول عقب. تفضل. إن شاء الله طويلة القصيدة. صح لسانك. الله يخليك. نرد لك عفرة. نعم. أكثر رسومات كنت ترسمينها وأنت طفلة شو؟ أحس الأطفال يرسمون بيوت، غيوم، سيارات. شو أكثر شيء كنت ترسمينه يوم كنت طفلة؟ أتوقع أكثر كانت رسوماتي أشخاص، شخوص عموماً. نعم. عندي كان مثل هوس، ما بهوس يعني، ما نقول هوس، بس اهتمام بأن أنا أرسم الأشخاص. كنت أرسمهم بأشكال غريبة يعني، وحتى حاولت أني يعني في كيف أشكال غريبة؟ يعني مثل لما أطفال يرسمون، مثلاً الوالدة تضحك علي تقول لي يعني ترسمين الأشخاص الوجه مربع مثلا، ولا راس أكبر عن الجسم مثلا. على فكرة لها دلالة نفسية، صحيح أستاذة شلثم؟ نعم. يوم الطفل يرسم الرأس في الرسم أكبر من الجسد، في له معنى صحيح كرسومات الطفل؟ هي طبعا كثير معاني، وأنا أحلل أحيانا رسوماته، ففي كثير من الحالات يعني ترسم الشخص حسب يعني تصورها، فترسم مثلا شخص طويل وايد أطول من المتوقع. نعم. مثلا وشخص آخر إذا رسم طويل ترسم قصير إلى درجة ملاحظ أقصر من الطفل، فهذا يعطي انعكاس على إحساس الطفل تجاه الأشخاص يعني. وإذا رسمت الرأس أكبر من الجسد مثل ما قالت الحين خبرتنا عفرة في رسوماتها وهي طفلة، يعني شو المعنى؟ ممكن في ناحية التحليل النفسي نقول إن الشخص مسيطر عليه الفكر يعني الجانب العقلاني أكثر من الوجداني اللي هو مسيطر عليه، بحيث إنه دائما شاغلتنا أفكار وتهيؤات وكثير من الأمور، وهي من النوع من هذا النوع عفرة. لأن في طفولتها أتذكر عمرها يمكن 4 سنين، فكانت تقول لي ماما أبغي رقم تليفون الله. استغفر الله. قلت لها كيف؟ قالت أبغي رقم تليفون. قلت لها شو تبين رقمه؟ قالت أبغي أكلمه. هذا يدل على أن تفكر هي يعني. والخيالات كانت عندي بما معناه يعني، لاحظت أن مثلاً نظرتي للدنيا أو للحياة عموما مختلفة قليلا يعني. مثلا نفس ما كانت تتكلم والدي، مثلا كنت أتخيل مثلا الله مثلا كغيمة يعني، وأشوفه مثلا إذا شفت الغيمة أشوفه مثلا كأنه هو يعني موجود. فهو يعني وضحت لي الوالدة يعني إن شو معنات الذات الإلهية وشو معنات الله، فهذا بعدني يوم كنت صغيرة. بعدها عقب بديت أطور نفسي والتحقت لل نادي الرسم عندنا في المدرسة، وبدأت أستاذة الرسم هناك تتبناني وتشجعني وتخليني أشارك في المسابقات على مستوى الدولة وعلى مستوى المدرسة وعلى مستوى الدولة. نعم. فبديت يعني لاحظت في اهتمام يعني، مثلا كل فترة مثلا تخليني أشارك في كم من فعالية، في كم من معرض على مستوى المدرسة أو على مستوى المدارس الدولة أو على مستوى مثلا المؤسسات الحكومية. نعم. فشيء من اللوح اللي كنت أرسمها كانت مثلا في شيء منها في مستشفى راشد مثلا حاليا، شيء منها بعد المعلقات في المدرسة مثلا، ولا في جمعية النهضة كان عندنا فعالية، فكان شيء منها يعني نعرضها هناك. فالحمد لله يعني الاهتمام كان واضح هاك الأيام يوم أنا في المدرسة بمساعدة الوالدة يعني وأساتذة الرسم عندنا في المدرسة. شو أكثر قصيدة تحبين تسمعيها من أمك؟ قصيدة ماما تكتب، أمي تكتب النبطي والفصيح. نعم. ففي قصيدة أنا وايد أحبها، قصيدتين صراحة. في واحدة هي اللي اسمها نقش في زوايا الذاكرة، قصيدة هاي جدا تأثر فيني. نعم. وقصيدة ثانية اسمها مثايل. مثايل هذه أنا أحس أعتبرها يعني كأن ديدن حياة، يعني إن مسار حياتي، إن كيف إن إذا أنا بتبع، إذا أنا هي أمي حطت لي مثلا مسار أمشي عليه في حياتي، هذه هي هاي بتكون مساري.
فوايد اعتمد على هالقصايد الثنتين على اساس انه يبينون لي مثلا توجهي في الحياه، مثلا اي من الامور اللي متعلقه في حوالي او بتعاملاتي مع الاشخاص عموما، او فيها امور وايد وجدانيه بعد القصائد، فتهديني من ناحيه، ومن ناحيه انها توجهني بطريقه صحيحه. بالنسبه لتلثم، شو اكثر شيء من رسومات عفرة تحبسين إنه وايد تحبيه؟ والله في كم رسمة، يعني ما بوحدة بعد. من الرسومات في رسمة اللي هي راسمتنها عفرة، لوحة ظني موجودة من ضمن اللي ممكن ينعرضن يعني فيما بعد، إنه يعني من خلال النظارة كيف الشخص اللي يعني ضعيف النظر كيف يرى العالم من خلال النظارة، ولو شال هاي النظارة كيف بيشوف هذا العالم. فراسم صورة جميلة بديعة يعني أنا حبيتها من خلال هذه الرؤية. ولوحة واحدة اللي هي عن طبيعة الإنسان، اللي هو الإنسان حولتنا إلى كشخص يعني اللي هو الترابي والهوائي والناري والمائي، فمسوي الأربع حالات في لوحة واحدة، وكيف الإنسان موزع ما بينها ما بين هذه طبيعة الإنسان. فهذه اللوحتين بعد أنا يعني عيبني ودائما يلفتن انتباهي يعني. أنا سألت عفرة شو أكثر قصيدة تحبيها لأمك، وسألتك شو أكثر رسمة تحبينها لعفرة، علشان أحس أن الحين تأكدت أن في وايد ترابط وداعمين بعض في الرسم وفي القصايد. صحيح. هذه الصورة لعفرة. صحيح. هذه هي الأربع أشخاص اللي تحبينها. صحيح. صحيح. الهواء والماء. صحيح. خبرينا عنها. بشرح لك إياها. يلا. كانت في فترة هاي رسمتها من زمان، يعني كانت فترة الجامعة رسمتها. كانت يعني بداية قبل ما أتخرج بشوية بقليل يعني، فإحساسي كانت مثلاً إذا بتنتبهين على اللوحة مثلاً، يعني اللوحة فيها تبين العناصر الأربعة اللي هي الهواء والماء والأرض والتراب والنار، فهي هاي تعتبر كأنها صفات الشخص، يعني مثلا الصفة النارية والصفة الترابية الهادية والصفة المائية اللي هي المتقلبة والصفة الهوائية اللي هي بعد فيها التقلب أو الهدوء يعني. فكل هاي الصفات هي اللي تكون الشخص وهو الشخص اللي مثلته بالشجرة يعني. أعتبر نفسي مثل أعتبر نفسي أنا، هي هاي تعتبر أنا معتبرتها كسلف بورتريت، اللي هي تكون سيلف بورتريت يعني أن فيها تعبير شخصي أمثل شخصي في الصورة. نعم. في اللوحة قصدي. فبما معنى اللوحة تكون تعبرني أنا، فأنا أحس نفسي كأني أنا شجر، أنا مرتبطة جدا بالأرض. الفراشات كانت تعبر عن أحلامي اللي هي أنا أنتظرها أن تتحقق لي. السماء اللي هي كانت الباركود مال الكارد مال الجامعة اللي هو سماي، اللي هو أنا بتخرج إن شاء الله وبطلع من هال البيئة اللي أنا فيها اللي هي الجامعة. السكون اللي هو في الأرواح أو الألمنتس، العناصر الطبيعة اللي هي فيها أنا كشخص، أنا شخص ناري، أنا في عصبية مثلا، وشخص هوائي، أنا متقلبة مثلا مزاجيا أو بما معنى. فوضحت هالأمور أن كلها تجمع الشخص وتكون الشخص وتبينه هو كإنسان. وفي اللوحة بعد بين أن فيها القلب واضح، ان بمعنى ان انا قلبي مفتوح يعني. الحمد لله نحن رابين في بيئه وعائله يعني جدا منفتحه، الوالده والوالد كلهم خريجين يعني من جامعات، وما شاء الله كانوا فتحنا على المجتمع يعني بطريقه جيده سليمه وثقفنا يعني تقريبا. فلاحظت ان تعاملاتنا ويا الاشخاص عموما تختلف يعني، ومنها طريقه تعاملي مع الاشخاص ومنها هذه الرسمه. هذه رسمه ثانيه. نعم. رسمتها كان هاي تعتبر مو برسمه، هاي تعتبر كولاج. كولاج يعتبر مثل اوراق تقصص وتتلصق بطريقه وعقب. نعم. نرسم عليها. هاي كانت فتره شوي كنت فيها
كانت عندي حالة اكتئاب. واضح من الألوان على فكرة، لكن إذا عندك حالة اكتئاب ليش القلب الأحمر اللي فوق؟ نفس الشيء، نفس فكرة القلب المفتوح، بما معنى أن قلبي بيكون سليم، بيكون مفتوح، بيكون مع هذه حالة الاكتئاب اللي تمرين فيها بالضبط. قلبك سليم فيكون القلب أنا ما اعتبرتنا ثمرة هني، بمعنى أن ثمرة، فإذا لاحظت إذا يعني أن أنا قلبي للجميع فما يعني هذا هو اللي أنا أقصده باللوحة. لو كانت مثلاً كئيبة، لو أن ما في شيء غير في الشجرة هاي اللي هي أنا أعتبرها نفسي بعد، هاي كانت مثلاً سيلف بورتريت. نعم. وهاي بعد أعتبرها هاي بعد سيلف بورتريت معظمها، يعني أنا يمكن من كلامي حسيت إني شوي نرجسية، بس يعني أن معظم اللوحة اللي أرسمها تكون سيلف بورتريت، يعني صور ذاتية. نعم. لوحات ذاتية. فمنها تعبر أنا عن شيء في داخلك. هذه اللوحة نعم بطريقة الماي فيزيكال نيتشر ان هي طبيعتي حاليه، يعني انا ما اشوف عدل اصلا. نعم. نظري جدا ناقص، فالشخص اللي يستخدم النظاره يعرف ان بدون نظاره ها اللي بيكون المنظر اللي يشوفه. حبيت الفكره. وبالنظاره ها اللي اقدر اشوفه. حبيت الفكره وايد. نظرتي للمجتمع بما معناه او نظرتي للحياه تختلف عن نظره الناس للحياه. نعم. فبهذه الطريقة أنا عبرت فيها، تكون تعبير وجداني وبعد نفس الشيء تعبير حسي، يعني اللي هو اللي صحيح. أنا حالتي الحالية يعني. نعم. نظرتي حالية. نقدر نغير الصورة هذه بعد، هذه أيضا حالة اكتئاب بين السكون والاكتئاب. نعم. ما هاي ما أعتبرها سيلف بورتريت أو صورة ذاتية يعني، بس أعتبرها كأن تأمل. نعم. فيها كان استخدمت بس فيها شاركول فحم ورصاص فقط، وفيها أبعاد إن حاولت إني أبين الأبعاد في بين الشجر بطريقة الرسم، ومنها يعني أنا شفتها مثلاً، في ناس يشوفونها مثلاً اكتئاب، أنا أشوفها مثلاً حالة سكون. نعم. وفي النهاية اللوحة تكون أو وحدة، يمكن أنا أحس أن فيها وحدة شوي. واحد أو وحدة يعتمد، مثلاً أنا يمكن أعتبر نفسي شجرة مثلاً في اللوحة، ما نعم. ما بالضرورة أعتمد نفسي شخص، او مثلا هالشخص يكون الاوبزرفر المتامل اللي انت تكون في حالتك انت مثلا، وانا اكون يا ان يكون الضباب او ان يكون الشخص الشجره اللي موجوده. نعم. فما يعني يعتمد على الراي والمتلقي للوحه. صحيح. فكل لوحه تختلف بطريقه يعني. نعم. هذه هاي جدا قريبه من قلبي اللوحه هاي. نعم. منظر من بيتنا السابق، بيتنا القديم. انا كنت ايلس في هي تعتبر سن روم اللي هي غرفه زجاجيه، وأجلس أنا فيها أسوي كل شغلي كنت. فهاي الغنفة كانت موجودة دوم أجلس عليها وأرسم. تخيلتيها ورسمتيها؟ لا، مجابلتني. مجابل المنطقة هذه. أنا هاي ما تخيلتها، أنا كنت ياسة ورسمتها تقريبا في يمكن ساعة أو ساعتين. فكان حتى وأنا أرسمها في طبعات القطع أنها كانت مشت على اللوحة وخيست لي إياها، فخليتها مثل ما هي ما مسحتها. وين هي؟ الأخضر اللي فوق هناك. هي فوق اللوحة الصفراء. نعم. في خطوات قطوة. صحيح. يعني ماشي عليها. فهاي لأن بيتنا قديم طبعا انتقلنا منه، فهاي وايد قريبة من اللوحة، وايد تعني لي كثير. بالضبط. يوم تكتبين شو اللي يلهمك علشان تكتبين؟ هل ممكن تلهمك رسمة من رسومات بنتك عفرة؟ يعني ما بضرورة، ساعات يعني أي شيء الواحد تعرفين الإلهام ساعات من فكرة، من صورة، من منظر طبيعي، من نعم. شجرة، كلمة، من في أي حالة ممكن يعني أو حالة حتى أنت تعيشها. نعم. ممكن تستفز عندك الإحساس أو الرغبة في كتابة. نعم. قصيدة. صحيح. خبرينا عن أهم المشاركات لك الشعرية في أحد المهرجانات أو الفعاليات اللي تقام. والله المشاركات تعرفين ما أقدر أعدهن لأن وايد، لكن أهم المشاركات يعني كانت أول مشاركات خلنا نتكلم عنها اللي هي كانت في سنة 96، كانت في مهرجان جرش، كنا مثلنا الدولة في مهرجان جرش ومثلنا رابطة أديبات الإمارات. المشاركة في مسقط كانت بعد، كان ملتقى الأول أو يسمونه ملتقى الخنساء. نعم. وكان في من الأشياء اللي يعني أنا اعتز فيها طبعاً، شاركت كنت أنا أمثل الإمارات، وكان قمم يعني من الشاعرات، كانت الشاعرة الله يرحمها فدوى طوقان كانت. نعم. من الناس المشاركين،
كانت لميعة عباس عمارة تمثل العراق، كانوا من الشاعرات المخضرمات اللي هم، وأنا كنت طبعا في الفترة هذه كنت بالنسبة لهم كمبتدئة يعني، لكن أنا كنت هم يمثلون بالبلدان وأنا كنت أمثل الدولة في مهرجان بعد سوسة الدولي، شاركت بعد مثلت الدولة في مهرجان سوسة، وفي سويسرا في زيورخ مثلت في مهرجان المتنبي الأول ما شاء الله، مثلت بعد دولة الإمارات في هذا المهرجان، وكان يعني ما نقول أو يقرأ بخمس لغات، يعني عربي وإنجليزي وفرنسي وألماني وخمس لغات وأسباني كان ما شاء الله، فكان هذا من الأشياء اللي أثرت يعني فيه. طبعاً كثير مؤتمرات ومهرجانات الحمد لله يعني. بالنسبة لك عفرة، لأي مدرسة تنتمين من المدارس الفنية؟ أول ما بديت يعني طبعاً بديت أرسم يعني من دخلت مثلاً الجامعة، كانت اهتمامي كان أكثر على أني أنا أكتشف قدراتي الفنية أكثر، بس انتبهت أني بديت أنجذب ل السيمبوليزم اللي هو السيمبوليزم انطباعي لا ما بانطباعية سيمبوليزم اللي هي المدرسة اللي تنتمي لها فريدة كاهلو، نعم، واحدة من الفنانات التشكيليات اللي أنا تأثرت فيها، نعم، تستخدم الرمزية، المدرسة الرمزية، نعم، بالضبط، فمنها تستخدم الرموز لتعبر عشان تعبر عن مثلا افكارها عموما، ما ترسم بطريقه مباشره يعني، نعم، وتستخدم فيها وايد مثلا النوع هاي المدرسه بالاخص يعني تستخدم وايد الالوان البرايمري كلرز اللي هي الالوان الفاتحه البراقه، فبديت يعني مثلا نحن مضطرين مثلا كيوم نحن ندخل مثلا التخصص يعني الفن التشكيلي نضطر نحن ناخذ كل المساقات وكل المدارس لازم نجرب فيها عقب نشوف توجهنا او مثلا اهتمامنا وين يكون. طبعا كشخص مثل ما انت تكونين نفسك كشخص يعني فنك يتشكل على شخصك انت بعد، فما بطبيعتك انت رسمك بيتشكل على ايدك وبعدين بيكون انطباعك انت على اللوحه والارت ورك عموما. صحيح، شو رايكم نتقهوى؟ هي بليز لو سمحتوا نروح فاصل عشان نتقهوى ونرد مشاهدينا، فاصل سريع رادي لكم لبرنامج فوالا، خليكم ويانا. رجعنا لكم عقب البريك مشاهدينا، وبعدنا مكملين برنامج فوالا ويا ضيوفنا تشلثم وعفرة. يا هلا مرحب فيكم من جديد. خبرينا تشلثم، هل تأثرتي بأحد الشعراء الإماراتيين؟ هي أكيد طبعا، في البداية أنا أعتقد لابد تكون الموهبة عشان بعدين يبتدي التأثر يعني، فالشخص الموهوب يحس نفسه يعني مدفوع بطبيعته أن يعني يكتب ويقرأ ويطلع وبعدين يتبع أفضل الأفضل يعني، فمن خلال وجود طبعا الشعراء اللي عندنا والشاعرات كانت أمامنا القامة يعني المرحومة عوشة بنت خليفة السويدي، نعم، فمعظم الشعراء حتى والشاعرات تلمذوا على إيدها وخذوا من توجيهاتها ونصايحها، ونحن كنا يعني نلجأ لها في كثير من الأمور، نعم، وتصحح لنا وتقيم القصائد، فكانت هي المدرسة طبعا المثلى أو المدرسة الأكبر اللي أنا تعلمت من خلاله من خلال توجيهاتها واجتماعها السنوي بالشاعرات، فكانت هي القدوة طبعا إلى جانب الشعراء الرجال من كنزار قباني، يعني مدرسة نزار قباني في شعر التفعيلة والشعراء القدامى شعراء المعلقات، فالشاعر لابد أن يطلع على كل ما هو في الساحة يعني. صحيح. هل تأثرتي عفرة بأحد الرسامين؟
وخاصة الإماراتيين؟ الرسامين الإماراتيين للأسف ما يعني ما تواصلت ياهم ولا عرفتهم إلا بعد ما دخلت ندوة الثقافة والعلوم. نعم. وأصبحت عضو في أحد اللجان هناك. بس تأثري كان أكثر بالفنانين التشكيليين الأجانب. نعم. بالأخص الفنانين التشكيليين النساء. لاحظت أن مثلاً في من مو بكثير من النساء، بس يعني مثلاً أغلب الفنانات التشكيليات اللي أنا كنت أحبها، مثلاً واحدة منهم اسمها فريدة كاهلوت، تكلمت عنها من شوية، وفي فنانة تشكيلية اسمها فنانة تشكيلية من أوائل فنانات التشكيليات أرتميسيا جنتلسكي، فنانة إيطالية تأثرت بفنان تشكيلي آخر إيطالي اسمه كاراباجيو. فهي من الفنانين اللي أنا مثلاً لاحظت أن أنجذب لرسوماتهم عموماً وتوجهاتهم. وفي فنان تشكيلي آخر اسمه موني، كلود موني، شغلة جداً جميل وأنا وايد تأثرت فيه، ومنها ريمبران وفيرمير، كلهم من الفنانين اللي أثروا فيني. بس أكثر فنانة تشكيلية أثرت فيني اللي هي فريدة كاهلوت. نعم. صراحة قدمتي ورقة بحثية عن المؤتمر الأول لمكافحة الإدمان الإلكتروني وأثر ذلك على المجتمع، خبرينا أكثر عن هذا الموضوع، عن الورقة البحثية اللي قمتي فيها. والله كان هام من جانب اختصاصي، يعني كأخصائية نفسية. نعم. وكفي مجال علم النفس، يعني فأنا من يعني أعداء التكنولوجيا اللي هي اللي تؤثر وتأخذ الطفل من جوه الطبيعي. يعني التكنولوجيا لها سلاح ذو حدين، نستفيد منها، وهي كل التطور والحين الشغل الشاغل للجميع، لكن بالنسبة للطفل فيها ضرر كبير عليه، خاصة أن يعني علماء النفس ينصحون بأن الطفل لابد من بداياته وحتى سن الخامسة ما يكون عنده أي صلة لا بالتلفزيون ولا بأي أجهزة إلكترونية أخرى، لأنها تؤثر عليه وتؤثر على القوى الدماغية وعلى يعني حواسه، على العين تؤثر كثير. فالطفل يعني مثل ما نقول لبنة يعني طيعة ولبنة بعدها يعني توها ناشئة ما صحيح. تتحمل مثل هاي الأشياء. فأنا ضد هاي الفكرة، لذلك كتبت الورقة فسميتها الإدمان الإلكتروني عند الأطفال من سن سنة لين 12 سنة. نعم. فبالفعل يعني من خلال متابعتنا للأطفال، وأطفال حتى عندنا في البيت، يعني أولاد بنت أختي أنا أشوفها مثلا بنت صغيرة مريم عمرها سنة لكنها مهووسة باللابتوب وبالآيباد، ويعني تشوف الألعاب الإلكترونية وهالأشياء، فشيء مو طبيعي. يعني هاي احنا ما مرت علينا احنا في طفولتنا، الطفل معروف يلهو يلعب يعني يفكر في كل الأشياء، عنده فضول لمعرفة الأشياء. الحين أصبح الطفل مرهون في هذا المربع وكأنه محبوس. يعني حتى كثير من الدراسات اللي تمت أن حالات التوحد اللي كثرت وتفاقمت وازدادت، هذا واحد من الأسباب أن الطفل ينعزل عن الأسرة وينعزل عن أقرانه وما يعني يلعب وما يحب اللعب مع أصحابه، يفضل الوحدة، فهذا خلته مع الوقت ينعزل. فالتوحد جزء من تبعات هذا الإدمان. يعني صحيح. موهبة الرسم لأي مدى ممكن تتطور عند الشخص، وخاصة إذا الشخص صقلها بالفن وبالرسم ودروس أيضا الأكاديمية؟ طبعا هي في من الفنانين التشكيليين مثلا يطلعون بالفطرة، يكون في فنانين مثل موهبة الشعر. الفن عموما نحن مثلا الفن ما نخصه مثلا هني أن يكون رسم أو أن يكون مثلا موسيقى أو يكون شعر. نعم. أو يكون كتابة. الفن تعتبر نوع من التعبير شامل ويتفرع ويختص في مجالات مختلفة اللي هي منها الفن التشكيلي. الفن التشكيلي يعتبر
يعني تود نوعين في طريقتين يعني للتلقي يعني عموما او التعامل فيه. الفن هو ابداع والتعبير عن الافكار الابداعيه يا بالافكار تنرسم او تنوصف بطريقه او ان مثلا تطورين من مهارات في الرسم. فمثلا في بتحصلين مثلا شخص جدا متمرس ومطور ايده في الرسم، يعني انا تخصصي في هندسه الديكور، ف محتاجه اني انا اطور نفسي في الرسم لاساس اني انا مثلا المساحات مثلا ارسمها بيدي. هذا يعتبر كومبليتلي سكيل، يعني تعتبر مهاره بحته. في الجزء الابداعي، الجزء الابداعي اللي هو فيها مثلا طريقه الالوان وتعبيرك فيها في اللوحه، المفاهيم وكيف انت تفسرينها وتنقلينها او تعبرين عنها في صور او في الوان مختلفه وفي رسومات مختلفه وفي ايحاءات مثلا بطريقه او ثانيه. كله يعتمد على تصور الشخص وابداعه وافكار اللي تطلع فيها على اساس انه يقدر يرسم يعبر فيها. هو جزئين شقين، المهاره اليد ويبالها وقت يعني أن يتمرس الشخص، والأفكار، وعموما مو كل شخص يعني يقدر يعبر بالأفكار، وتحسين أن في حد يقدر ببساطة يطلع أفكار، في حد يحتاج وقت وجهد أنه يطلع الأفكار. مثلا تشغلين عدة مناصب شلثم، وهذه مناصب أحس أكيد اكتسبتي منها خبرات وايدة ما شاء الله عليك. خبرينا عن أكثر شيء هذه المناصب تحسين أنه فعلا غيروا حياتك في شيء. والله يعني تعرفين أنا بدأت من خلال وزارة التربية والتعليم، وانتقلت بعدين مثل ما قلت انتداب لديوان الحاكم، ومن بعده طبعا المناصب الأخرى اللي شغلتها طبعا هي أكثر تجربة أثرت في مدة 13 سنة اللي هي قيمة العطاء، يعني عملي في 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 مجال الخدمة الاجتماعية، خدمة المجتمع وخدمة المرأة وشؤون المرأة. هذا أثر فيه جدا لأن في علاقة مباشرة مع الناس، مع المجتمع، مع السيدات، معاناتهم، الحالات اللي تمر علي جدا أثرت فيه يعني، فصارت شغلة جزء كبير يعني من حياتي، وفي نفس الوقت آثارها ممتدة. يعني مع أني أنا الحين تركت تقاعدت من فترة، لكن لا زال الناس مرتبطين في السيدات، لا زالوا لين اليوم يعني يتواصلون وياي ويسألوني، واللي يعني حصلت مثلا اللي تم علاجها تعالجت وشفت لين الحين تقول جزاك الله خير، مع أنه يعني هذا أمر يعني مطروح للكل، ومن خلال يعني الشيوخ يعني حاطين الله يحفظهم، لكنهم لا زالوا يذكرون هذا الشيء ويعني يدعون لي. هاي انا اللي كسبته طبعا الحمد لله دعواتهم وذكرهم الطيب وارتباطي في معظمهم الينا الحين. يعني في وحده تخرجت الحين ما شاء الله منصبها كبير، يعني عضو في مجلس في وكالة ناسا، عضو مجلس إدارة في وكالة ناسا الفضائية، ودائما وين ما تشوفني تقول لي قدام كل حد يعني، فتقول لهم أنا جزاها الله خير يعني شلثم، لو ما بهي أنا ما كملت دراستي ولا تخرجت ولا وصلت. وهذا شيء فخر أنا أعتبره، يمكن أنا نسيت بس هي ما نسيت، وهذا الشيء اللي ينجز يعتبر منجز لي انا والبلدي. صحيح. ولي هذه الانسانه اللي اصبحت اختاروها بدون ما بدون ترشيح يعني. صحيح. في وكاله ناسا الفضائيه مو باي حد يوصل لها، هي اختاروها اختيار قبل حتى ما ترشحها بلدها لهالمستوى اللي وصلته، وهي لا زالت على مستوى التواضع وتقول حق كل حد وين ما كانت تقول لهم انا كذا كذا وضعي، لو ما بهاي الانسانه انا ما تخرجت ولا درست. فهاي من النتاج اللي يخلي الواحد يكون فخور. صحيح. في حياته وانه انجز وانه قدم خدمه للمجتمع. صحيح. حتى لو يعني الشيوخ مخصصين هذا الشيء، لكن الانسان قائم على هالعمل وقائم على خدمه الناس، يعني قضاء حاجه الناس، يعني هذا شيء
عند الله كبير. أنا أعتبر إن شاء الله يا ربي يعني من ضمن الحسنات اللي بحصلها إني خدمة الناس يعني وقضاء حاجة الناس. فربي إن شاء الله يكتب لي مثل ما شاء الله يا رب. أتمنى رب العالمين في هذا الشهر إن شاء الله. بننتقل عند زميلتنا عواطف لركن التراث نتعرف على العطور أكثر ونشم روائح الحلوة. هي الحين تبدأ خلطات خلط المسعيد وبتيكم الريحة. ويسعد مساكم وشكرا على المعلومات الحلوة. حتى خلطي مسعيد قاعدة تقول إن ما شاء الله مرحبا بك حالك. الله يسلمك الله يحييك. خير أنتم خلي عيال بخير سعادة حبيبتي. عقب شوي بتنتقلون عندنا وعد السوالف بتنتقل. لا مسعيد فنانة نعرفها يعني ما شاء الله. هي قالت هي بعد قالت إن الله يعرفهم بعض. بنبدأ ويا المرش خالتي مسعيد بالزعفران. انزين بتسوي لنا خلطة؟ هي. هذا ماي ورد وهذا زعفران. ماي ورد وهذا وشو؟ بالماي ينخلط عادي يعني. حتى لو ماي. وهذا ماي ورد بس قلتي لي في بعد أشياء. هذا فيه القسط وفي هذا وشو المسك وفي خلطة يلا عدوى هذا. في خلطة ثانية بعد القسط. واليوز هي. والمحلب هذا خلطة الزعفران. هذه قبل كانوا يسوونها؟ نسويه من أول. هي لحق شنو يسوونها هذه؟ هذه يسووه خلطة عن الشعر ريحة. ها شميها حتى حلوة. سووها يوم ليش الزعفران على الخدود الرضوف يحطوا على الخدود يعني منها وعلى الشعر. كمليها خالتي بس هذه كملي. لا القصيد اللي قلتي نحن نحب الزعفران المري على الخدود الرضوف بس هذا الكلمة. بس هذه هي هذا العياز هذا الزعفران الاصفر. هذه مخمريه شعر. هذه هذا للشعر كله للشعر. ويزيدون عليه بعد شيء الحين صاروا يزيدون عليه المسك والعود. قبل ما كان انا المسك والعود انا الحين اللي يسووه لان المخمريه بعد نفس الشيء اللي يسووه. هذه هي بعد من الزعفران. هذا المخمريه من الزعفرانه شمي بعد ريحتها. ويا ريت لو هم بعد يرمون يشمون الريحه. البارز ومن الزعفران والمسك حطه فيها. بس هذه فيها زيت صح؟ لا ما فيها زيت. هذا من البارز. هي البارز هو يكون كما هذا بس البارز يعني هذاك زباد ما بارز زباد. هي الزباد يعني هو كذا كما الكريم كما الفازلين بس له ريحه بعد بروحه. هذه ريحته فتخلطيهم مع بعض لين توصلين لهالشيء. زين هذا شيء زعفران نعيم كم هذا. وبعد المرش. المرش نخلط فيه الماي ورد والعطر. العطر هذا سموه عطر بيبوماتو. هذا مال قبل. مال اول. هذا كله مال اول. الحين بنخلط وهذا الكلونيا مال اول. ساعدت؟ لا بس وشو هذا كلونيا. هذا كلونيا. هي وشو تخلطين بعد؟ كل حد يخلط نفس الخلطات ولا نفس في غيره؟ نفس الخلطات حد كل حد. خلطنا من هذا. هذا هم يسموه عطر بطيره حد وحد يسميه عطر بيبو ماتو. على حسب على الصوره اللي محطوطه صح؟ ايه على مسميه. سكروا بالمرش. عاد اللي بهذا يشل المرش مالنا اليوم. اللي بيت عطر يشل المرش. هي اللي يبي يتعطر نعطيه المرش بنخليه في الاستديو. وخبوا كذا يوم يعد المعازيم ويستخدمونه في كل شيء. في الاعراس في المناسبات يعني كل شيء بالعيد. خلاص يعتبر من مظاهر الترحيب بالضيوف. ايوه ترحيب بالضيوف. متى يعني متى وقته؟ هذا الحين بيوش ضيوف. اول بتفاوليها هي. وبتغديها من بعد الغداء يبون لهم العطر والدخون. عطروهم هي لازم نوع من انواع الضيافه. عيب يعني ضيفش انها ما متعطر. احنا انهينا مع العرب الفلانيين وما عطرونا. عيب معنا احنا هذا الاولين عطرش ومرشش ميلس. لكن عيب بعد تعطريهم وتدخنيهم وهم ما تفاولوا ولا تغدوا. هي لازم اول يتفاولوا ويتغدوا ويتغدوا ويتشكروا ويوم بعدين عطرهم. نعطر. وفي الاعراس مره لازم مرشهم. في الاعراس نفس الشيء. بس بالاعراس اول شيء يوم يدخلون. لا ما يوم يدخلون. يوم يعني بتبدا مثلا رزفه يبدو هذا يعني مولد يعني كل شيء يعني اللي بيبدا ها ابو المعرس ولا عم المعرس ولا اخوه يعطر اليالسين واللي يرسفوا.
خلص رد عباه. هي رد عباه نفس وعرس الشيء. الحريم نفسه ام المعرس ولا اخت المعرس ولا خاله المعرس ولا يدته يدته على الاوليين اليده ترتقص بهذا وترش فرحانه بالولد الولد ولا والد البنت ويرشه ماشي يعني. وهذا الصمغ البلدي هي هذا شو يسوون فيه خالتي؟ هاي تدخنوا في العراس في كل شيء. شو الفرق بين هذا وهذاك؟ هذاك هذاك الباع وهذا صمغ. صمغ في صمغ عده اشياء هي. في الاحمر في الاسود في الاصفر في الابيض. شو الفرق من بينهم؟ ريحتهم تفرق؟ نفس الريحه بس في اشكال يعني. انا ما جبت من الاشكال هذا لانها ما متوفره معي. اول متوفره بس ما عندي. هذا الحين اللي اصفر شويه في شوي احمر وفي ابيض بس هو اكثر شيء ابيض. وفي هذاك اللي هو هذا البان. البان هذا البان هذا هذا اكثر شيء من وين؟ من اليمن ومن عمان نجيبه. بعد نفس الشيء بالعراس الناس يطلب البان هذا احنا نبغى البان. هي جابوا لهم البان دخنوا دخون الثياب دخون البيت تفرق. يفرق دخون البيت. هذا يوم الحرمه يعني معها ياهل يدخن بو ثياب الياهل ما تدخنوا بعطور ولا شيء. هي يدخنونه بس بالبان بالصمغ او البان بالبان ولا بالصمغ هذا. هي للياهل هاي ثيابه بس. وبعد في اشوف وايد اشياء هني. هذه خلصنا منها. هذا الزعفران الذي مطحون هذا اللي قلتي لي عنه قبل شوي اللي هي خلطه. هذه انت تسوينها؟ هذا الخلطه يعني انا اسويها. وهذا تكلمنا عنه. وهذا العطر مال اول الصندل المسك هذا عطور اول. هذا الزعفران هي هذا الجاهز الجاهز هذا ياخذ زيت زعفران. وهذا المسك الحين شويه هذا في البودره. وبعد يطحنونه هذا يطحنونه يدخل في كل شيء المسك في الدخون يدخل بالمخمريه يدخل حد يدخله الحين اول سووه بعد عشان ريحته تقوى له سووه بالزعفران. ومن وين يجيبونهم كانوا هالاغراض؟ هذا اول الاغراض تينا من الهند. هي. من الهند من بنبا في ناس يسافروا بلانشات ويجيبوها. والحريم بالبيت يسوون الخلطات ولا في دكاكين محلات خاصه؟ ماشي دكاكين ماشي دكاكين اول خلاص اللي كل وحده تسوي في بيتها. اي بعد الحين هذا انت الحين اليوم جيت ماشي بعمع ودكان بالبيت ببيته ويلس صناديق ولا هذا صناديق هاي التنكيه يسموها الحين بيضه الاوليه تركه موجوده وشيء ملونه على حسب يبنها عسار البيت يابو دكان كذا ولا ابو دكان ماشي دكان. لا هم بعدين عاد هذا بالسبعينات سوى دكاكين استوت على دكاكين ولا ماشي بالبيت تحت سبله في عريش في البيت هذا. وهذا بعد نفس الشيء صندل والمسك منه وماي الورد دهن الورد هذا هذا هو دهن الورد. خلو بعد للحين في حد يستخدمهم هي هذا دهن الورد على حسب الحين ما الحين احنا الحريم الكبار نستخدمهم في الدخون نستخدمهم لاشياء عن رواحنا. وهذا يسموه مجموع 99 هذا الاصلي هذا المجموع ريحته قويه هذا بس ريحته وايد حلوه هني احس ريحه المكان صارت ريحه الطيبين ريحه. وهذه بعد طلع علينا بعد بخور يا بل علي السبعين مال اول مال اول هذا احنا للحين بعدنا نستخدمه موجود معنا في كل بيت. وفي هناك بعد هذا كريم مال الشعر الاولي بعد نوع يعتبر نوع من انواع العطور هي. يعني يستخدمونه انه يعطرون في الشعر مره. وهذا بعد للشعر هذا بعد شعر للشعر ولين يتفركوا فيه مال الايد وما كل لا كل شيء ريحتها بعد حلوه. خلاص تستخدمينه انت للحين؟ للحين موجوده معها ريحته حلوه. ريحته كنا قبل لليهاله ولا نفركوا فيها اليهال الاخضر ولا احمر ولا اصفر هذا الاصفر الحين انا جبته وهذا بعد الاخضر؟ ايه الاخضر بعد نفسه نفس الريحه ونفس وهذا لاك الغرش اللي هنا هذا الياسمين للشعر وللفروك تفرق فيه الحرمه الجسم حد يسوي فيه الابيض الياسمين الابيض يحطوا فيه كركم عشان للبشره. شوف الاوليين يعني ما عندهم خبره بس هذا الاشياء البسيطه هذه هذه يحطوا فيه حد يحط فيه الورس حد يحط فيه الكركم عشان بشرتهم ترطب هذا كله وحد وللشعر بعد الشعر عليه الحرمه. وهذه وهذا بعد حل يوز الهند يسموه حل الناري هذا للشعر
للحين يستخدمونه؟ للحين في ناس يستخدمونه. هذا شنو فايدته؟ شو فوايده؟ وايد فايدته، هذا وايد شيء، يخلي الشعر يعني نعيم ما يابس، ما يبس ولا يتكثف ولا يتغسل. وهذه بعد صفوة الناري، اسمها صفوة الناري. هذه بعد للشعر. بعد زيت الناري اللي هو زيت جوز الهند. وفي بعد اللي يسموها هذه التاته قرشات، بس ما هذه ما يمكن انا ما عندي متوفره. وهذا الشامبو الاحمر اتوقع. وهذا الشامبو الاحمر. من مواليد الثمانينات وقبل يتذكرون. قبل هذا من اول، هذا الحين بلاستيك. قبل كان زجاج. هذا شوف الاول. وهذه وهذه المشوط مال اول. للحين متوفره. متوفره للحين. الدكاكين. اي اللي بها يعني. وهذا الحريم الاوليين بمشط الحطب الخشب. يصنعوه ريايل يصنعوه. كانوا يصنعوه ريايل يعني ارواحهم سبحان الله يصنعوا له الحريم صغار والكبار موجود. يوم مثلا بعد هذا يمسحوا بالياهل بطنه يعوره ولا شيء يمسحوا به الياهل هذا مال الخشب. وهذا بعد من اول بس ما حد يستخدمه للحريم، بعدين تطوروا الشباب يوم كبروا شعرهم لانه اول عيب الولد يكبر شعره سووا له الاولاد. ولا هذا موجود بعد قديم، هذا بعد للبنات يخلي الشعر طيح. ما شاء الله. كلها اشياء حلوه تشيل الواحد يحس كاني داخله غرفه يده. وبعدين انا ما يعني في اشياء وايد. العطور وايد يعني بتسوي. وفي خلطات بعد وبعدين يا العود والمسك والعنبر. العنبر بعد معنا موجود من اول. العنبر بعد من اول موجود. بس الـ 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 العود بس لا. العود بعدين. شيء بس بسيط يعني داخل يجيبه ما حد يروم يشتريه. ليش؟ لأنه غالي ولا ما يتوفر؟ غالي غالي وما متوفر. ويدخل بعد بخلطات الشعر؟ لا الزعفران ما يدخل. هذا غير، هذا بروحه. يدخل بالدخون. ما يدخل شيء، اللي يدخل بالدخون حد ناس يسوي اللي يبغى طحنوه بالمنحاز وسووه، كان هذا وايد غالي. يجيش يعني شويه حلو، بس هذا للبيت الخاص. هي للخاص يسوي. في عطور خاصه للعروس؟ يعني العروس بزهبتها. العروس كلها تشوفيها هذه العطور لازم تنحط في زهبه العروس. تحط بزهبتها هذا كان ماشي، هذا بيزعلوا اهلها. الياسمين لازم كله. وبالاعياد بعد نفس الشيء. هذا كامل الاعياد نفس الشيء كلها متوفر معهم هذا تشوفيه يعني بكثره. وزياده بعد في اشياء. وزياده في اشياء بس يعني ما احنا ما بنجيب الاولي والتالي كله مره واحده. يعطيك العافيه خالتي. والمرش هذا في كل بيت. المرش هذا في كل بيت، قلة العروس ولا ما قلة العروس ولا حرمة كبيرة ولا فرشتها فراشها يوم بتنام بترشه سبحان الله. وفرا داخل بحيرتها كل هذا في كل بيت تشوفي. نحن بنخليهم يجربون الحين. بيعطيك العافية خالتي وشكرا على هذا الشرح وشكرا. واللي عنده بعد سؤال يسألنا. نحن ننتقل وياكم مستمعينا لفاصل ومن بعده نرجع نستكمل برنامج فوالا. رجعنا لكم مشاهدينا عقب البريك ونرد لضيوفنا شلثم وعفرة. عفرة اعترافات أول ما رد البريك. في حادثة استوت بينك وبين أختك الكبيرة وما خبرتوا الوالدة عنها صح؟ لا هي شلثم وعفرة. أنتي؟ غلطتي. أنا صار عندي لبس في المواضيع. عندك ما خبرتي والدتك عنها؟ سالفة أو حادثة بينك وبين أختك الكبيرة؟ هذا من زمان وإحنا أطفال صغار يعني ما أعرف وين هاي تحصلتوها هاي القصة نبشتوها يعني. فبالفعل كنا أطفال يعني عفرة هي الأكبر أكبر بناتي لكن عندها أخت أصغر فأنا اللي عندي أخت أكبر. فكنا يعني بيني وبينها فرق يعني بسيط تقريبا 3 سنوات لكن أنا ما عندي حد ألعب معاه غيرها يعني. فمرة أخذتني نتمشى يعني في قدام البيت قدام الحوي في نخل شي قراب علينا. فاحنا في نتمشى قامت رمت النخلة بزجاجة. الزجاجة طبعا انكسرت ويت علينا جاستني تحت عيني هالناحية.
بس عقب قامت تهددني طبعا، قالت لي يوم نزل الدم يعني كثير، فتهددني تقول لي لو خبرتي امي انا ما بلعب وياك مره ثانيه. وانت اكيد خفتي. وانا خفت طبعا، كان عمري يمكن صغير، يمكن 3 سنين شيء او هذا او يعني، فخفت ما خبرت وسكت. فتمت بعد هي يعني ما قلت شيء، لكن بعد فتره ما ادري طلبت منها شيء ما اعطتني، فقلت لها الحين بخبر عليك. فطبعا خبرت امي طبعا، يسعد الله يغفر له ويرحمه، امي في بدايه شهرها متوفي الله يرحمها رحمه الله عليها. امين الله يرحمها. فتسمعنا ونحن نتحاور على الموضوع، فقالت قالت لي شو، قالت لي شو سويت وكذي. نعم. فالمهم خبرت، قلت لها السالفه الحقيقه يعني، فطبعا اخذنا نصيبنا انا وهي كلنا في العقاب. في العقاب نعم اكيد. خبرينا. نعم. فهذه هي القصه يعني. جميلة. احنا بغينا نتعرفين الحوارات هاي ولو انها ممتده، لكن احنا نتكلم عن يعني المستقبل، عن حياتنا يعني. طبعا هالقبل له اثر في النفس يعني، صحيح، لكن بعد في انجازات كثيره يعني الواحد من خلال مثلا لقاءات مثل هاي يحب يطرحها ويتكلم. نعم. عنها. ف يعني هاي امور تعدي على الانسان، لكن في امور المجتمع محتاج يعرفها. صحيح. المتلقي مثلا في الاعلام يحب يسمعها ويعرفها. جوانب يمكن موجودة عندكم بس يعني ما أدري إيش قطرها بيكون يعني. صحيح. رد لي عفرة، أقسى عقاب من والدتك شو كان؟ كنت في المدرسة وكان علي واجب، وأنا ما حليت الواجب ونسيتي الدفتر. والدفتر نحن عندنا دفتر في كانوا يعطونا اياه في المدرسه، ان ولي الامر شاف الواجب ووقع. نعم. خلانا نوقع عليه يعني، وقعه وشاف الواجب وبما معناه ان يعني هم ان شافوا بما معناه وان انجزته. فانا يعني اخذت الصلاحيه ان انا وقعت بالنيابه عن الوالده في الدفتر، ان هي شافت الواجب وما في داعي يعني، ان يعني خلاص ان هي شافته وخلتني انا انجزه وانه خلاص وقعت عليه. ف العقاب ما وقعت انا طبعا. ما وقعت انت. شو كان العقاب؟ زورت توقيع. زورت التوقيع. العقاب من الوالده شو؟ نعم. كان؟ فما هي ما ادري ايش شافت. فما كلمتني تقريبا مده 20 يوم. هذا أقصى عقاب؟ هذا أقصى عقاب عندي. نعم. يعني 20 يوم كانت وايد صراحة عذاب نفسي يعني. كنت في الصف الثاني. ما أنسى أبداً، ما أنسى ولا الحادثة ولا أنسى ليش استوى، ومستحيل لو الموت أكرر الشيء. أصلاً متخصصة في علم النفس يعني تعرف كيف تعاقب صح؟ ما في داعي الضرب أبداً، ما في داعي. ما في داعي، دارسة كل شيء وعارفة كل شيء. بس وقفت تكلمني مدة 20 يوم يعني، تمارس مهامها كوالدة وأم يعني، بس يعني مهم لازم تكلم معي. بس ما تكلمت. إيه بالضبط. اول ما انهيتي تشلتم دراستك الثانويه العامه، كان لك مقال في اهم المجلات صحيح؟ خبرينا عن هذا الموضوع اكثر. هذا حتى انا قبل ما اخلص حتى الثانويه ما شاء الله، كانت في فتره كنت اكتب يعني، وانا كنت اقرا مجلات ومطلعه يعني حتى وانا في ايام الدراسه الاعداديه والمتوسطه. فكنت مثل البنات في جيلنا كنا منتشر عندنا مجلة ريمة ومجلة المصورة، المجلات المصورة اللي فيها قصص، فنتابعها بشكل كبير. حتى كنا تنزل لي مقالات فيها، أنا كنت أشارك فيها. لكن أهم شيء يعني طبعا أثر فينا اللي هو دعوة من المرحومة الله يغفر له ويرحمها غانم غباش. فيوم شافني مهتمة بالكتابة وبهذا، فقال لي ممكن يعني تكتبين عندنا وننشر، شجعني يعني كنوع من التشجيع، لأني بعدني ما بديت النشر وكذا وصغيرة في العمر أيضا. فشجعني وكان يراجع لي الله يغفر له ويرحمه، كان يراجع لي المقالة
ويعني خاطرتي بسيطة أو مقال مكتوبة يراجعها ويوجهني كان شيء مهم يعني. والأزمنة العربية يعني معروفة أخذت ماخذ حيز ولا زالت تشغل ولا زالت الأهمية اللي هي كانت اشتغلت بها في صحوة ثقافية تظاهرة غير عادية كانت في دولة الإمارات في هذه الفترة، ولا زلت تحتفظ طبعا أنا بمجموعة من الأعداد اللي هي الحين اعتبرت من شيء من المقتنيات يعني تعتبر. فهذا كان من ضمن الشيء اللي تشرفت يعني فيه طبعا. الحمد لله. شو رأيك نسمع شيء من الشعر الفصيح؟ لأن سمعنا قبل شوي نبطي، شو رأيك؟ أنا أفضل الفصيح إذا بنختم بيكون أوكي. آخر شيء. فالحين في بالي القصيدة اللي عفرة تحبها تقولها اللي اسمها مثايل. فقصيدة مثايل تقول: لتكون من عرض المخاليج غطاس، تنقى من غزار المغاصات دانة، واختار من ربعك قوي العزم والباس، ربيب الشرف لي ما يخون الأمانة، ضعيف العزم لا تاخذه يوم جلاس، لو تعد فضله ما ترس له استكانة، خذ صاحب درب الزلل مول ما داسي، عرفك تعزه من معزة حصانه، يرعى المعاني مصدر الفعل والساس، حشيم ما ضيع وقار اتزانه، كم من كريم نشلك حاسر الراس، ضافي على كل الخلايج احسانه، فلا كل من لبس المزاري بلباس، ولا كل من غنى ضحك له زمانه، حد حديثه بالموازين مقياس، وحد منياته بعثرة لسانه، وحد لطيف فايج الطيب حساس، يا سرك من ذوقه ورقة بيانه، فلا تجعل خدك مداس لجل ناس ما تعرف الإحساس، يا هي مهانة واحفظ مقامك يوم تتوسط الناس، لا تتم في حلوج البرايا البانة، خذ لك مثل من سالف الوقت نبراس، الإنسان يحفظ في حياته كيانه. صح لسانك فعلا من القصايد الجميلة جدا يا عفرة. جدا فعلا صدقتي. عفرة، هل عندك هوايات أخرى غير الرسم التشكيلي؟ اهتمامي الأكبر أعتبره من بعد تأثير الوالدة القراءة. وايد أحب القراءة. شاركت، كانت عندنا مجموعات كتابية نشارك فيها، وجزء من اهتمامي بالقراءة والثقافة عموما أني عضو في ندوة الثقافة والعلوم حاليا يعني في لجنة شبابية مستحدثة. فالحمد لله. والجزء والهواية الثانية اللي أنا أهتم فيها تسلق الجبال. نعم. طلعت فجأة هاي الهواية غريبة. جربتيها مرة و مرتين تقريبا. مرتين وعقبها في دبي. في الإمارات يعني، في الإمارات ما عندنا هاي الجبل اللي تسمى جبل، بس يعني جبل حفيت وجبل جيس مثلا شاركنا في، شاركت فيه مثلا كم فعالية. بس اغلب الرحلات تسلق الجبال انا سويتها برا البلاد، في شيء منها في امريكا وشيء منها في منطقه اسمها بوتان. نعم. بين الهند والصين، وفي امريكا الجنوبيه في البيرو تسلق الجبال يعني. جميل. رحلات كانت تمارسين هوايات تمارسين. جميل. تشلثم وعفرة، أنا وايد كنت سعيدة وياكم في قسمي في فوالا. الحين بننتقل أنت وعفرة لقسم التراث وركن التراث عند زميلتنا عواطف. حياكم الله. الله يحييك. تفضل. أحس اليوم قسم التراث نورتونا في هذا القسم. تحول. حياكم الله. أستاذة عفرة وأستاذة تشلثم، تفضلي. تفضلوا. احنا بنعرفكم على بعض بس اكتشفنا تعرفون بعض. تفضل استاذة تشلثم. مرحبتين. الله يسلمك. خير ان جا وخليك. حياك الله حبيبتي. تفضلي. الله يسلمك. الله يسلمك. الصحة. تفضلي. منورينا. أستاذة عفرة، بما أن جينا هني قسم التراث، أستاذة تشلثم، صار في بخصوص الاسم، اسم تراثي تشلثم،
هو اصلا كلثم حتى عفره هي بس احنا بنبدا بكلثم. في ناس يقولون كلثم في ناس يقولون تشلثم بس هو من الاسماء القديمه. شو معناه معنى اسمك كلثم؟ صح اسم قديم هي. وانا بحثت انا طبعا كلثم اسمع يقولون كلثم لكني ما اعرف شيء لانه باللهجه المحليه معنى هي عقب في معجم حصلته عفوا له هو مدلول في اللغه الفصحى واسم قديم اسم جاهلي واسم بعد الى يمتد الى عهد الفراعنه ما شاء الله. فقريت في الكتاب في معجم يقول ان كلثم هي النار التي تضيء في الصحراء لتهدي التائهين في الليل يعني هي. النار اللي توقد بالليل عشان يشوفون دربهم عشان يعرفون دربهم ما شاء الله. ويستدلون على اقرب مكان في يعني بعض قبل كرماء العرب يوقدون نار قدام بيوتهم عشان يكرمون الضيف انه في حد ضايع حد تايه يتبع النار فهذه النار هي الكلثم. طبعا دائما يقولون كل واحد ياخذ من اسمه، انت ماخذه من اسمك لان قبل شوي قاعد نسمع كلامك نصايح اللي تقدمينها كيف انه فدتي وايد اشخاص بس ما شاء الله صدق ماخذه من اسمك. عفره نحن بعد بما ان قسم التراث واسمك بعد تراثي جديد بعد نسالك عن اسمك. اسمي له دلالات بعد مختلفه بعد من قاموس الاسماء. الوالده كان عندها معجم الاسماء في البيت فكنا حكيت انا عندي بعد يسعد ادخل في مكتبتها ويسعد طالع الاشياء فمن من المعاني لاسمي هي صفه الارض فيقولون الارض العفراء ما شاء الله. فالعفر اللي هو التراب او اللون التراب فيقولون مثلا غزاله عفراء والليله تكون ليله عفراء اللي هو يكون القمر 13. يكون القمر يكون 13 او 15 يعني بدر يكون بدر واضح ابيض فيكون بس الليله اللي قبل بالضبط الليله اللي قبل او الليله اللي عقب يكون القمر لونه مصفر او محمر بنفس اللون اللي هو لون الاعفر بما معناه. حلو اسمك شوي والغزاله بعد تكون عفراء فالارض تكون عفراء بمعنى انا لوني لون التراب او الصحراء يعني. من اختار لك الاسم؟ الوالده؟ مو بالوالده المرحومه يعني عفراء بطبيعه عفوا ممكن اكمل انا عنها هي سمتني والدتها تكملي عنها هي سمتني بس الاسم لان فعلا كانت عفراء مو باسمها بيكون اسمها مزون اللي هو اخذته اللي جت عقبها مزون لكن عفرة طاحت باسمها مثل ما يقولون نحن في الفترة اللي كنت أنا حامل بعفرة حلمت حلم أن في وحدة من أهلنا متوفية الله يغفر له ويرحمها في نفس الفترة متوفية وأنا كنت في الشهر الثالث يوم هي تتوفى بعد ما توفت أنا حلمت أني أنا رايحة أزورها ودخلت عليها المكان وين هي يعني بيتها فاول ما دخلت انا اشوفني انا في الشهور الاخيره يعني مو في الثالث في الحلم كنت في اخر الشهور فاول ما دخلت عليها قامت على ركبها يعني مو قامت واقفه وقفت على ركبها وحضنتني شي حضنتني وباستني على بطني هذا في الحلم يعني فيوم يعني فسرت الحلم قالوا لي اذا جبتي بنت طايحه باسمها على هي الحلم فعفرة هذا اسمها حلو من الاسماء الوايد حلوه. استاذه كلثم يعني بما ان يعني خالتي ام سعيد يمكن قالت لي انت بعد تتجهين للتراث وتهتمين بهذا الجانب اللي هو الجانب التراثي علمتي عفره الاشياء اللي الام تعلمها لبنتها الاشياء الخاصه بالتراث الاماراتي نفس العطور اللبس هذه الاشياء هذه التفاصيل اكيد تعرفين احنا قبل التراث ما ناخذه عن امهاتنا وجداتنا اي يعني نفس ما انت تعلمتي بعد ورثتي لكن انا غير عن هذا انا درسنا دبلوم هاي اخذت دبلوم عالي انا مصنف خبير تراث ما شاء الله خبير تراث في دوله الامارات من ضمن الدفعه اللي تخرجوا 30 شخص من وزاره تنميه المجتمع اشرفت عليها الوزاره وجامعه الامارات فعندنا نحن
خريجين، يعني احنا عندنا دبلوم عالي في التراث، 15 سيدة و15 رجل ما شاء الله الحمد لله يعني. لكن هذا صقل للخبرات، يعني احنا نقول الشهادة هاي صقل للخبرات سابقة، نحن تعلمنا يعني نعرف نطبخ، نعرف نخيط، نعرف ان بس هذا الشغل الخوص ولا هذا ما عرفنا، لكن التلي علمونا مثلا امهاتنا ايش يسوون التلي وايش البادله بالنسبه للطبيخ. معكم فكره عنه الخوص؟ ما نعرف الخوص. معكم فكره عنه وتشوفوا يعني ما نعرف. لا انتم ما اشتغلتوا. هي انا اتكلم عن الشيء يعني اللي نحن نقدر نسويه تعلمناه. انتم تعرفوا يعني معكم خلفيات؟ لا نعرف. اي لا طبعا وشغل جميل يعني في ناس يعني حاضرينه وعاشوا ما شاء الله شغل يديها فنان رائع. ما يعرفوا يقول احنا والله اهلنا وجداتنا بس لا شغل عن السرود يعني انا عندي قصيده فيها تتكلم عن السف وعن السرود وعن شيء يعني هذا المطلوب بالضبط. نحن بنسمع نقول سمر ساعه مسيان والمجبلات سعود على وجه خالي من الكدر أو تهاويله تلاحين دف وغننا دانتك يا عود تنادي على السامر سر الليل يا ليله سحاي برهام شف ومزون واسم ركود تناثى الرذاذ وخرس الخد والشيله وبدت جهام أفكار كم جاوزت الحدود دعت تايه الوجدان دمعه ماليله وطافت نسايم كالحمايم حلم موعود يسلي الصحاب ويمسح بطرف منديله عيون ملاها الحزن والهم كيف تعود لها بسمة الماضي عسى تاتي الحيلة تذكر ليالي سعدنا هي دول ميهود ملاهي الطفولة ذاك العصير ومجيله صفى نفس صفى قلب وحساس مصفى عن المنقود وصخات نفس ما تربت على الميلة وكم سدرة الجيران من الأوراق تصبح عود وعاد الطوير ولا لقى العش يا حليله وقيض البراحة ولمة السف والسرود على حسه الرايح يردد مواويله قمر ليل عشرا واربعا غاية المقصود على عهدنا كل خله يناديله سمر ساعة مسيان والمجبلات سعود على وجه خالي من الكدر أو غرابيله تعدي المواسم تعدي المواسم بين صحون ودن رعود ونحن على غيمة فرايح وتهليله. ما شاء الله عليك صحة لسانك. الله يسلمك. الكل كان مستمتع بالقصيدة. أستاذة عفرة آمين. برسوماتك بفنك اتجهتي للجانب أيضا التراثي أن ترسمين شيء يعبر سواء انت قلتي تحبين ترسمين الوجوه يعني سواء شيء لبس او حر ملابسه لبس تراثي او ما خصيت يعني التراث عموما بس يعني الرسم عندي ما احصره في شيء معين يعني اغلب الاشياء اللي انا مثلا بشارك فيها بالرسم تكون اشياء من بيئتي او محيطي ف متأثرين نحن بالتراث عموما يعني الوالدة صحيح. ما شاء الله عليها ويدتي الله يرحمها دوم يخلونا يعني نتواصل بالمجتمع نتواصل نمارس الفعاليات نفسها مثلا اللي يسوونها في البيت مثلا يدو الله يرحمها كانت مثلا تخلينا نساعدها مثلا يوم نسوي قرص مفروك مثلا الحين تقولين حق مثلا البنات اللي في جيلي مثلا تقولين لهم قرص مفروك ما يعرفون حتى شو القرص المفروك صح مثلا السقا كنت اساعدها مثلا في نسوي يوم نسوي اللبن مثلا في السقا ما قبل ما الحين ما في شيء مثلا حد يستعرف يستخدم السقا بس مثلا الحين قبل كنا اشوف انا كيف نسوي وتيلسني مثلا الوالده تعلمنا مثلا من الكلام اللي تعلمها يا دوم الخراريف والكلام الخراريف هذه اللي هي تكون الجزء الإبداعي من التراث صحيح. وأنا أحورها كنت أني أرسمها بطريقة أن أعبر فيها بالرسم وعندك عندي رسومات في الدفاتر مالي دفتر السكتش بوكس يعني خبرينا عن شيء من الخراريف اللي تأثرتي فيها تذكرينها البديحة واحدة من الخراريف اللي وايد أثرت فيني وشو يسمونه مال البيض بيض حمر الدنار هي هذه وايد اثرت وشو قصتها بديحه سندريلا بس اماراتيه
كانت القصص القديمة، لأن اي حد تسأليني عن الخراريف يقول لك ام الدويس. لا لا، ما تعتبر خروفة ام الدويس، تعتبر من الخرافات اللي هو من خرافات، تعتبر من مثل قوم بابا دريا ومثل ام الدويس خطاف رفاي يلعبون اليهال فيها مثل حمارة القايلة، لان هذا امور كم حمارة القايلة، بس بس الخراريف تعتبر قصص. صحيح. شو يسمونها ما بعد هذيك، مو غير البديحة، طير الطاووس. لا طير الطاووس هاي ما اذكرها وايد عدل، بس اذكر البديحه كانت بيض حمر بيض ذم، كانت نسيتها ان هي كانت فيها شيء في مالح في السالفه. هي هي البديحه اكيد سالفتها حلوه. لا هي كانت تبيض، ما هي ما تبيض. بتخبرينا قصتها عقب. نحن وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، استمتعنا جدا وياكم استاذه عفره واستاذه شلفا، نورتونا سواء بالرسم التراثي او باستديو فوالا. نرجع لعند مروه اليوم وحيده بدون سهام، يعطيك العافيه فعلا والله مكانها فعلا خالي اليوم. هي دوم مكانها خالي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. عواطف وخالاتي نورتونا شلفا عبد الله سالم، شاعرة وكاتبة وصحفية، وبنتها أيضا عفرة مطر سالم، فنانة تشكيلية إماراتية، نورتونا اليوم في استوديو فوالا. تشرفنا فيكم. يعطيكم العافية، كل التوفيق لكم يا رب. مشاهدينا تريونا باشر في نفس الموعد في برنامج فوالا، وضيوفنا إن شاء الله بيكون غير، وفوالتنا كل يوم غير، في أمان الله.